سلام، عليكم أهلا السلام وسهلا، أخوي، تحياتي. كيفكم؟ شو أخباركم؟ على رأسي والله. في موضوع مهم جالس أتكلم عليه. نعم، موضوعنا عن الأخلاق أخي العزيز. أخلاق، أخلاق، في ناس عندنا أخلاق، في ناس ما عندنا. نعم. بس اللي عنده طيب، أخلاق كيف ويتعلم، تفهم، يعني كيف تعرف الأخلاق، مفهوم الأخلاق؟ لا، مفهوم الأخلاق إنه إنسان ينتظر الشخص، شو هو أصلا، شو يقول له، بعدين هو يتكلم. فهمت كيف؟ ياخذ، ما ياخذ الكلام تبع الشخص اللي هو ده يتكلم معه. شوف اخويا، ادخل وياك بمناظره انه الانسان اللي قدامك اذا هو مثلا يعطيك الاساءه، انت تحاول انه تقدم له فشيء يثبت دينك، يثبت عف الدين، يثبت البيئه اللي انت عايش بيها. يعني مثلا اذا مثلا هسه على سبيل المثال، عفوا، من الاخ بشار حكى مثلا غلط وسب وياي ودو دو دو، ويعني عاملني بمعامله انه يعني مثل ما يقول بالعراقي معاملة زفت، أوكي؟ بس أني إذا جاوبت بمنطق حلو وقدرت أقنعه راح أكسبه أخ وصديق وحبيب اي وجائز أصلحه. بالضبط. هذا مفهوم الأخلاق اللي تربينا نعم عليه. نعم ديتبيت هو ديتبيت ديتبيت يعني اخلاقه، ديتبيت من كلامه، من طريقته، معاملته للناس. انت معامل للناس ديتبيت لك اخلاقك. فهمت كيف؟ صحيح. اكيد. أنا مو مثلا أصعد مثلا أتحدى واحد هسه مثلا، أنا مو أصعد مثلا ببث أيداهم مثلا يسبون، أصعد أقول لأخي إنه واحدة اثنين ثلاثة، تقبل من عندي أهلا وسهلا، ما تقبل أقول له مع السلامة والله يحفظك، لأنه أنت إذا تدعي له إنه مثلا الله يصلحه، بغض النظر عن كل الأديان، أنا مالي دخل بالأديان كلها. أنا علي قلت لك أنا البارحة صعدت عامل الإنسان لا، كبشر. مش هذا، ما نتكلم. بس أنت هسه مثلا أي واحد يصعد يحكي يقول أنا مثلا أنا أخلاقي وأنا هيك، وبعدين يسمع كلمة، ها، يسمع كلمة بذيئة راح يطلع خرب بطنه كله، مع احتراماتي للمسامعين. بس أنت تعكس، أنت صحيح تعكس. انه يشوف الانسان الاخلاق، الأخلاق يعني الإنسان مثلا يسمع كلام لازم ياخذه وممكن يرد عليه بطريقة تانية، مش ضروري إنه بيرد بالعنف، زين، ممكن بيرد بطريقة أخرى أسهل. فهمت؟ انت هسه حضرتك انت مسلم لو شنو؟ ملحد، ملحد حتى ملحد. الأديان. اوكي، ملحد. زين، هسه مثلا اني قلت للاخ بشار، قلت له الدين مسموح للمناظرة، لان هو لو دين خفي ما يسمح به للمناظرة. ليش؟ الإنجيل متداول، تقدر تجيبه من أي مكان، أوكي؟ تقدر تجيب القرآن من أي مكان، تقدر تجيب صحيح. التوراة، تقدر تجيب الزبور. هذني الأديان تقدر تناظر بيهن بكل حرف بيهن، أوكي؟ بس الشاطر وشغلة اللي مهمة أخي العزيز، آسف للمقاطعة، يعني بما أن تفضل. الدين المسيحي دين تبشيري والدين الإسلامي دين دعوي، فإنه الإسلام يدعو دائما للدين الإسلامي، والمسيح يدعو يعني المسيح يدعو للدين المسيحي. فلهذا السبب أنت مثلا كملحد، الأخ اللي ويانا ملحد، واحد عرض عليه الدين المسيحي أو عرض عليه الدين الإسلامي، فهو من حقه أنه يقول أنا أرفض هذا الدين لأسباب معينة، صحيح ولأني أرى صحيح فيه هذه الأشياء غير مطابقة للأخلاق، غير مطابقة للمنطق، غير مطابقة، من حقه هذا الشيء. صحيح فلو أنت كنت الدين مثلا الديانة اليهودية لا تدعو يعني الديانة اليهودية غير تبشيرية، عندك الديانة اليزيدية غير الأزيدية مو تبشيرية، إيه صح. هالأشياء يعني حتى الصابئية ديانة غير تبشيرية، لا فهم بس مكتفين بالعدد مالتهم. أخ بشار، بس أقول لك إنه دين سامح للمناظرة، دين علني. أكيد أكيد طبعا، لأنه هو دين، هو شيء مو خفي، شيء المفروض يكون موجود والناس تبحث به وتستكشف عنه وتتكلم عنه وين المشكلة. جا جا وخصوصا يعني أنا أذكر الأديان اللي هي تبشر،
لانه لما تكون انت تبشر بدينك وترجع اصلا تعنف الواحد اللي يتناقش بدينك، هنا اكو مشكله عندك، اكو خلل صحيح بهذا الدين، فما يحتاج اصلا تبشر به. صحيح صحيح. يعني انت صحيح. المفروض تحبب الناس، تحبب الناس والمجتمع والرأي العام، تحببهم انت بأخلاقك قبل دينك، مو انه اني اجي والله فلان هيك والله فلان. لا، انت تبدي له كل الاحترام وكل التقدير، راح يعني يقتنع او ما يقتنع. أكيد طبعا، تفضل اخوي، تفضل أكيد تفضل. أختي العزيزة سلباناشكا، أكيد طبعا أنا فاهم بس إحنا نتكلم بالطريقة العامة اللي يفهمها الجميع، يعني إنه مجرد إنه نذكر الطريقة إنه الأديان بما يسميها الجميع، يعني فذكرت الدين المسيحي، يعني أنا فاهم قصدك 100%. تفضل أخوي الملحد. ايه تفضل اخويا. انا ليش الحت على الاديان، على الدين مثلا؟ في اشياء تشخص شخص، فكل الاديان انا لما شفت، عفوا، على الدين الاسلام والمسيح، ولا كل الاديان تشخص شخص فقط واحد، يعني تتكلم على شخص، فهمت علي؟ يعني مثلا الدين الاسلامي يتكلم على محمد، دين أنا المسيح ما يتكلم على المسيح، شوف، فهمت أنا ما علي؟ أقدر، أنا ما أقدر أرد، أخي أنا ما أقدر العزيز، أرد. بما أنه إحنا نتكلم عن الأخلاق، الدين يلعب دور كبير بالنسبة للأخلاق، صح. فمفهوم الأخلاق صار أصبح مفهوم مطاط، لأنه لا لا عندنا لا لا، الأخلاق. خاطئ 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 صديقي. تفضل. الأخلاق إنسانية. أنت لما تكون إنساني، شخص إنساني، ممكن يكون عندك أخلاق بدون دين، مش الدين هو اللي نعم بيعلمك نعم نعم الأخلاق. نعم فاهمك أخي العزيز، بس أنت ما سمعت كلامي من البداية، أنا تكلمت بشيء تفضل معين. تفضل تفضل. مثلا لما الدين يقول لك احبب في الله واكره في الله، يعني في كره في الله ومحبة في الله، فأي إله هذا برأيك اللي يأمر أتباعه بالكره؟ هل هذا شيء أخلاقي؟ لا، ليس اخلاقي. انا بقول انه في مثلا، انا ليش الحت على الاديان؟ لان في اشياء، في تشكيك بالدين، تشكيك بالرسل، يعني يقول لك هذا رسول، بعدين إذن يصير في لا، احنا تشكيك اذا خلينا بالإنسانية، اترك الرسل، التصرفات الإنسانية، مثلا الولاء والبراء، يعني هل الولاء والبراء شيء إنساني؟ حبيبي يعني إنه حبيبي، حتى الحيوان ماهوش انسان، الحيوان مش بشر. الحيوان لما تتعامل معه كويس يتعامل معك كويس، يعني هذا الحيوان. نعم أخي العزيز، نعم الحيوان أكيد. كلب، حشى الناس اللي بتسمع، وكل الناس لما تتعامل معه يتعامل معه، يتعامل معك بإنسانية، يقعد وراك، يقعد معك، كل أكيد، شيء. ما فهمت كيف؟ الإنسانية مخلوقة مع الإنسان، يعني هي من كلمة إنسانية، هي موجودة من مع الإنسان، مع وجود الإنسان. يعني ما عندها علاقة بالدين، ما عندها علاقة بالدين. نعم، لكن الدين يعني المفروض يصحح المفهوم، يعطي شيء جديد عن المفهوم، يوصل مفهوم الأخلاق بطريقة أفضل. صحيح صحيح بعض الناس تستغل، يعني بعض الأديان وبعض الناس وبعض المعتقدات، أنه حبيبي تحول حبيبي، الأخلاق إلى شيء أسوأ. انا شوف، انا كمسلم سابق، انا تشبعت بالدين، وانه تروح للجنة وعندك ما بعرف شنو وما بعرف شنو، وهاي وهاي وهاي، كلام كله فارغ. بالأخير أنا لقيته كله فارغ، لقيت إنه إنسان يتعامل مع إنسان، إنسانية، خلاص. فهمت علي؟ يعني أكيد طبعا إنسان الإنسانية مهمة يتعامل جدا. مع الإنسان، خلاص. امبارح كان موضوعنا على الإنسانية، تكلمنا على الإنسانية، ما أعرف كنت موجود ولا لا. لا، ما كنت والله، ما أنا أتابعك هسه، أنا ما تابعتك بس منك متابعة. حبيبي الشرف فيك، الشرف فيك يا غالي، وأنا راح أرد لك المتابعة، هاي من عندي المتابعة رديناها لك. تحياتنا لك يا طيب. اسمك في ف فاتح ف فتحي شو فتحي اسمه؟ من المغرب، من المغرب. فتحي. تحياتي يا أخي فتحي. شرفي. التي اتش باللغة الإنجليزية تلفظ ثاء، يعني مرات بعض الأحيان. فإحنا موضوعنا ليش هذا، ليش وكذا، ليش أنا ضل أنا ك يعني
كدين عندي إسلام سابق، يعني اكتشفت أشياء، يعني أشياء ما هيش، يعني الناس كلها تعبد شخص واحد، يعني شخص في الأخير يقول لك سبع ربنا، وفي الأخير يعبدوا شخص، فهمت علي؟ نعم يرجعون للشخص، فهمت؟ فأنا صار عندي شكوك، أي واحد صار عنده شك. بس لما نيجي للإنسانية، إحنا نتعامل مع بعض، أنا أتعامل معاك، أنت تتعامل معايا، وفي إنسانية صحيح. مع بعضنا. حتى الحيوانات، يعني أنا لما اكتشفت كان عندي حيوان يتعامل معايا، كلب، يعني حشاك الناس اللي في حشمني يقول أكيد. كان يتعامل معايا أحسن من الإنسان، مع اعتزازي بالإنسان، بس هو كان يحترم، فهمت كيف؟ كان يحترمني، أقول له اقعد اقعد، يروح يجيني في أي وقت، يعرفني في أي وقت، يعرف أوقاتي، فهمت كيف؟ صح فأنا صار عندي احترام للإنسانية فقط، ليس للأديان، ما احترمي كل الأديان، مسيح، يهود، مسلمين، احترامي كل الأديان، فهمت كيف؟ طبعا. أنا عندي احترام للإنسانية، للإنسانية فقط، هاي أنا أحب أخلاقك، هاي الإنسانية. أخلاقك، هذه أخلاقك الطيبة يعني. أنت هسه لو تطلع مثلا تمسك لك 150 يورو، 150 يورو تعملها أكل، كلها أكل، تعطي للناس اللي بالشارع، نعم يعني مش هاي إنسانية؟ مش هاي إنسانية؟ مثلا مش هاي إنسانية أحسن من الدين؟ أنت لو أكيد تروح طبعا. تعبد، لو تروح تعبد بالمسجد أو بالكنيسة مثلا، نقولوا طول اليوم، ما بتجيبش اللي انت عملته 150 يورو مع الناس كلهم هادو اللي قاعدين بالشارع، فهمت علي؟ نعم أكيد. شوف، هو إذا أنت المسيح والعيد يعني والمسلمين، يعني منو قال لك ما يتبرعون؟ يعني إحنا هسه عايشين بأوروبا ونعرف أنه إحنا ممنونين إلهم، ممنونين إلهم لأن هم استقبلونا. أوكي، إحنا ما استقبلنا لا السعودية ولا المغرب ولا الدول البقية استقبلتنا. بدي احكي على البعض مو الكل، اوكي؟ ما بدي احكي على الحكومات، ما بدي احكي على الشعب. زين، انت هسه مثلا عايش هنا، مثلا احنا عايشين هنا باوروبا، الاوروبي بالملحد وبالمسيحي وباليهودي وبهذه كلها تساعد، كلها سواسيه. فهذا المنطلق انت ما تقدر تحكم على مثلا على شخص والله انا اسوي خير لا وما عندي ديانه احسن. لا، أنا مثلا عندي معتقد، ها، أتبرع وعندي معتقد يوصلني للطريق الصحيح حسب مفهومي، حسب تربيتي. فهمت يا أخويا؟ يعني هذا، ولو أنا يعني مع احتراماتي الأخ بشار، هذا أنا ما أقدر أتدخل بيه لأن البث هو صاحب البث، وما لا أقدر أخي، أنه خذ راحتك أخي العزيز، بالعكس الحوار مفتوح، ما عندنا أي قيود وما عندنا أي أشياء لا محدودة، تكلم بتولد بالشي اللي الله. تحبه. أنا لا، ايه يعني ما تقدر انه انت أنا عادي، بس أنا ايه كمل اقول. قلت لك أنا عادي، بس تكلمت مثلا لو شخص مسك 150 يورو مثلا، عملها أكل للناس برا، في ناس ما عندها أكل، في ناس قاعدة في مخيمات، ما أعرف شنو، راح وزعها، هل هذاك الشخص هو اللي قريب لربنا، ولا الشخص اللي يروح يعبد كل يوم، يمشي يعبد بدون ما يطلع أي شيء، يروح يعبد بس الإله؟ الإله ما يريد منك عبادة فقط، إذا كنت تعبد الإله لازمك ترحم الناس كلام اللي في منطقي، الأرض. صح، كلام جميل أخي، كلامك منطقي بالضبط. إذا أنت تريد الإله، الإله هو كون الأرض، يعني هو شوف، اللي احنا كوننا، نعرف، لازمك ترحم احنا الناس اللي في الأرض عشان الإله شوف هو شوف يرحمك. الاخ الاخ بشار يعرف هنا بأوروبا ياخذون من شغلك، ياخذون نسبة 2% من الاخوان المسيحيين، صح لو غلط بشار؟ احنا صحيح بنشتغل صحيح ونعرف. بالضبط. زين، هذا يروح كأنه انت اوتوماتيكيا دا تدفع مساعدات، بس شنو؟ بشغلة مؤدبة، بشغلة انه انت دا تدفع كل شهر 2% من راتبك دا تروح مساعدات.
اوكي ما حد يعني كل هذا تدفع، كل هذا تدفع الان اذا يحكي لي يشتغلون. بس انت اذا تشتري حاجه مثلا، انت هسه مثلا اذا عندك محل تشتري ادوات احتياطيه، تسوي الضرائب، تسوي هذه، بالاخير راح يخصمون من عندك 2% شئت ام ابيت. هذه تروح مساعدات، تروح للبوذي وتروح للمسلم وتروح للمسيحي. واكثر يعني انت تشوف المانيا او اوروبا دا تنطي مثلا مساعدات مثلا للدول الاسلاميه، مع العلم هي دوله مسيحيه، صح لو غلط بشار اخويا؟ طبعا اكيد. صديقي صديقي، اذا بيعطي شيء اذا بيعطي شيء ما يفرق بين هذا او بين هذا، انت بتعطي لله فكل شيء لله، فهمت علي؟ انت لما بتعطي شيء بتقول انت حتى مسيحي او مسلم او شيء، بتقول انا هذا اعطيته لله فهو لله، فهمت علي؟ هو لله، صح انت اعطيت شيء لله، لله يبقى لله، زين. هسه انت مثلا من فهمت كيف؟ تعطي مثلا لمن تعطي؟ انت تقول انا مثلا ملحد، يعني عرفنا الالحاد انه انت هسه لا شوف مثلا حبيبي حبيبي، انا الحد فقط، انا مش ضد الله، انا مع الله، بس انا الحد فقط عن الاديان، اني يعني انت اتبع لا دين، ديني، انا ما انت لا عندي ديني. اتباع للدين، لا ديني نعم لا الحد. ديني، يعني لا لكن تعتقد تؤمن انه لا بوجود ديني. خالق للكون. لا اؤمن ان فيه الله، بس ما فيش حد عنده اسم يمشي به باسم الله عشان الناس يعبدوه، فهمت كيف؟ ماشي، بس يعني في خالق للكون، ولا الكون مثلا تفكر انه اجى عن طريقة الانفجار الكوني؟ لا لا لا، في خالق للكون، في خالق للكون، بس ما فيش يعني حد ما يجي. انت ما تؤمن بنظرية الانفجار الكوني؟ شوف حبيبي حبيبي، في خالق للكون، بس ما فيش حد يجي يتكلم باسم الله.